أهم هذه التوصيات، توصيات هذه الندوة المباركة التي عقدت تحت الرعاية السامية للمولى أمير المؤمنين حفظه الله، هي توصيات عملية إجرائية لنقل مجال الاهتمام بتفكيك خطاب التطرف من الخطاب العام يعني الأدبي إلى خطاب علمي دقيق. هناك توصيات تتعلق بالتدقيق في مجال البحث العلمي للظاهرة، هناك توصيات تتعلق بالرصد، الرصد إذن إيجاد مراصد، إيجاد مؤسسات رصدية تعتمد على معايير وعلى مؤشرات علمية دقيقة. هناك ما يتعلق بالتكوين، التكوين الذي له علاقة بالعلوم الإسلامية وبالعلوم الشرعية، كيف يصبح هذا التكوين مؤهلا للطلبة ولعلماء المستقبل لكي يتصدوا لهذا الخطاب، ولكي أيضا لا يكونوا فريسة له فيصبحوا جزءا من المشكل بدل أن يكونوا جزءا من الحل. وهناك أيضا ما يتعلق بآليات التواصل، لأنه حتى لو أنتج خطاب في المستوى مستجيب لشرائح المجتمع المختلفة لتحصينهم وتمنيعهم، لكن كيف نوصل هذا الخطاب، لأن الناس ليسوا جميعا على مستوى واحد، ليسوا جميعا يقرؤون باللغة العربية، قد يقرؤون بلغات أخرى، فئاتهم العمرية مختلفة، اهتماماتهم مختلفة، مشاغلهم ووظائفهم والتزاماتهم اليومية مختلفة. إذن هذا بصفة عامة طبيعة التوصيات التي نصبت عليها أعمال هذه الندوة المباركة. طبعا الذي هو خاص بالشباب بالإضافة إلى استفادته من كل هذه التوصيات التي يمكن توزيع آثارها ومخرجاتها على فئات عمرية مختلفة، الخاص بالشباب هو الاهتمام بقنوات التواصل الاجتماعي مع الشباب، ولكن أيضا تكوين الشباب وإيجاد محاضن لتحصين هؤلاء الشباب من التطرف، على أن يكونوا هم أيضا ناقلين لنتائج ومخرجات هذا النوع من التحصين. توصيات كثيرة وكبيرة وحقيقة تتطلب عمل كبير. الحقيقة من بين هذه التوصيات المهمة الإشادة بالجهود أولا التي تقوم عليها المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية في محاربة الإرهاب، وكذلك خرجنا بتوصية رائعة جدا اليوم وهي الاهتمام بفئة الشباب خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي من أجل استنقاذ هؤلاء الشباب من براثن فكر التكفير لمحاولة بالفعل، لأن الفكر التكفيري وداعش على وجه الخصوص تصطاد هؤلاء الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي وتبث لهم أفلام فيديو مصورة بتقنية عالية جدا وإخراج كأنه أشبه ما يكون بهوليود، ولهذا يجب بالفعل من مواكبة ومواجهة هذا العمل بعمل مضاد له إن شاء الله. أيضا تطوير أداء الأئمة والعلماء في النزول للساحات وفي القرب من هؤلاء الشباب لكي لا ينحرفوا عن هذا الصراط المستقيم. بارك الله فيك. والله هو نعم العناية والاهتمام بالشباب والحوار معهم والإجابة على تساؤلاتهم، عدم تركهم بالفعل هكذا بدون سؤال، عندهم شبهات، عندهم إشكالات، عندهم بعضهم حتى أحيانا يعني سوء فهم للدين، فهم الدين بالفعل هو منقذ للبشرية، وأن الدين بالفعل هو المنقذ للإنسان، وليس الدين هو عدو للحرية، بل بالعكس الدين هو المخرج للإنسان من الظلمات إلى النور. بارك الله فيك. والله ما الحقيقة العلماء اللي رأيناهم والتقينا بهم ما شاء الله ما عرفنا عنهم إلا كل خير، وأيضا نرجو إن شاء الله تعالى بإذن الله للجميع بالفعل أن يكونوا صفا واحدا، ليس هناك يعني حقيقة يعني فجوة بين أي مدرسة وأخرى. نحن في هذا اليوم بحاجة إلى التكامل، وأنا قلتها في عبارة الأخيرة بحاجة إلى التواصل والتكامل والتنازل، هذه التاءات الثلاث نحن بحاجة إليها، لأنه لا يمكن بالفعل أن ننجح دون هذه الثلاث. بارك الله فيك.